يا مساء الخير، يا مساء السعادة على كل اللي بيتابعونا وبيشوفوا برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. كل يوم اثنين الساعة 7 بكون معاكم إمام مختار ويحكى أن بكون معاكم كل أسبوع، ومدار الأسبوع كله بنفضل نفكر هنتكلم في إيه الحلقة الجاية. طب إيه المشكلة اللي بتمسنا والمشكلة الصعبة اللي مش لاقينها حل؟ ممكن تكون مشكلة نفسية، هو أغلبية مشاكلنا هنا في برنامجنا هي مشاكل نفسية، لأن دلوقتي حتى الأمراض العضوية، الأمراض اللي بتجيلنا يعني سواء كانسر سواء أي نوع من الأورام أو اللهم احفظنا، يعني بتكون أساسها أصلا مشكلة نفسية. النهاردة اخترنا أن احنا نتكلم عن نوع معين من الشخصيات صعب جدا، مش صعب شوية، صعب جدا التعامل معاها، والشخصيات دي بتسبب قلق وإزعاج لناس كتير جدا حواليها. عارفين الناس اللي دايما نسمع منهم كلمة أنا كلمتي لازم تمشي، يعني في جملة كده أنا كلمتي لازم تمشي، ده الشخصية المسيطرة. كمان في شخصية لما تيجي تتعاملي معاها يقولك إيه، والله أنا كده إذا كان عاجبك، أنا شخصيتي كده، طب نتكلم، طب أفهمك، طب نتناقش، والله هو أنا كده، يعني أنا طول عمري بدماغي بتقفل كده، ما بعرفش أفوك.